إذا ترحب دائما مجدد بكل المستمعين والمستمعات الحادقين والحادقات وطلباتهم اللي غتجاوب عليها هدى اليداري. هدى صباح الخير. صباح النور جميلة. صباح النور الزين ما شاء الله. تفركيز دابا انا نقول تفركيز دابا انا نقول تفركيز ما شاء الله العادي بتاعي ياك ما شاء الله ايوا سعداتك الليلة العادي بحال هكا سعداتك كدرتي بعدا بخير صافا حبيبتي صحيحة الحمد لله طولي عمرك اللهم لك الحمد. اذا المستمعات راه كيسولوا على البروغرام ديال رمضان وعلى الشيوط رمضان. صباح النور كل المستمعين والمستمعات صباح الخير والجباح يا ربي ندوزوا معكم ساعه زوينه ما تضايقوش عليكم غتصبروا معنا غادي نعطيكم وصفات اللي نتوما باغين طلباتكم مرحبا بكم. ومعنا اول حدقات اللي هي امينه من مراكش. امينه صباح الخير. امينه للاسف مشيو عند امينه. امينه اي تورير امينه الو السلام عليكم. وعليكم السلام اختي امينه كي درتي لاباس عليك؟ لاباس نحمد الله. بلاتي امينه صح صحي شويه. انت على الهواء مباشره. نعم قصصي. اذا شنو طلبك ولا شنو الشيء اللي بغيتي تعطينا ولا شنو السؤال ديالك لهدى؟ السؤال ديال الهدى هو على المسمن ما كيبغيش يصبح ليا كي ما درت ليه. ما كيبغيش كيبغيش ما كيتنفخش. حبيبتي امينه شنو كديري في صباح النور امينه؟ صباح الخير حبيبتي. شنو اللي كديري في المسمن قولي باش نعرف الخطا. عادي المسمن عجينه الدقيق والفول وسميتو والملحه والماء. صافي الو وي صافي وكتورقيه بالزيت وباش صافي كنورقو بعض المرات بالزيت والزبده ولا بالزيت ولكن كيما ورقتو باش ما ورقتو ما كيبغيش يطلع. كديري فرص بوحدو حبيبتي شويه القمح خاصك الفينو ياك القمح الصفر. القمح الصفر داكوغ. لا امينه هو ما يطلعلكش بهذه الطريقه بيني وبينك امينه ما يطلعلكش هو يقدر يطلع ولكن في حاله ديال ملي كيكون خفيف ورقتي كثير والعجينه المسمن اول حاجه تكون بعدا خفيفه شويه. داكوغ الامينه ما نطولوش عليك غادي نعطيوك الجواب حبيبتي. مشيو عند عاليه في النادور. عاليه عاليه اهلا السلام عليكم عاليه. اهلا السلام عليكم اخت جميله كي درتي صحيحه كي دايره اختي لاباس عليك؟ اللهم لك الحمد كلشي لاباس كلشي كيسلم عليك وكيسلم على الناس الناظور. الله يبارك فيك الناظور. كي دايره الاخت هدى؟ صافا عاتي عليا يلاه دابا ما عرفتش واش انت ولا لا مي يلاه كنشوف النمره ديال التليفونات ديال هذا بانتي عاليه الناظور فما عرفتش حيت انا عندي عاليه في الناظور عندي واحد السيده عمري طويل ياك عمرك طويل دردك ربي يخليك الله كنجيب النمره ديالك ربي يخليك يدير اختي لاباس عليك الله يطول لي عمرك لاله عاليه الله يحفظك ليا ما عرفت كيف طاح هذا النهار تشد ليا التليفون ياك ايوا من زهرنا لاله من زهرنا نسمعوك اليوم اختي الله يخليك بغيت واحد الطلب حبيبتي مرحبا امري السلو اختي اللي قلتي لينا وكنتسناوه اوا زعما لا حيت كاينين الحادقات اللي كيبداو يصيبوا رمضان من دابا هدى ياك لاله عاليه نوجدو بعدا نوجدو القوام ونغسلوهم ونقيوهم عاد هذا نفوضوهم واخا لاله عاليه باش اللي غيتشمس يتشمس ما حد الشمسه كاينه شكرا طولي عمرك مشكوره عاليه. اذا نمشيو عند ميلودا في الرباط. ميلودا الو صباح الخير. صباح النور ميلودا كي دايره جميله ربي يخليك كلشي بخير ايوا الحمد لله اختي كتشرفونا في هذا الوقيته بعدا كنكونوا كنستنتوكم وكنستافدوا حتى حنا كنستافدوا منكم لاله ميلودا لاله يعطيكم علينا وانا مدمنه لهذا البرنامج ديالكم بزاف بزاف انا اللي كنت قلت لكم عطوني البرستيج اييه لاله ميلودا مرحبا كنشكرك داكشي راه طول لي عمرك لاله ميلودا الله يخفك علينا حبيبه الله يطول لي عمرك لاله ميلودا الله يحفظك ليا اذا كان الامكان اليوم او لا تعاودي لي المساله ديال السردين حيت انا ما حضرتش كنت في الحصه ديالي وما عنديش الفيسبوك باش غادي نشوفها في واه لاله مرحبا الله يجزيك بخير الله يطول لي عمرك لاله مرحبا للرسول عيل لاله
اذا نميلو دا بالشفاء ان شاء الله. واكيد فالطلب ديال بسطيله ديال السردين طلب ديال كثير من المستمعات على الصفحه ديالنا في الفيسبوك شاده الاسره اللي الكثير حتى هما بغاوها واكيد غتعطيها لنا هدى يا اما اليوم يا اما الخميس اختاري وغنكتبوها وغنزلوها على صفحتنا في الفيسبوك شاده الاسره باش كل المستمعات يستافدوا ويجربوها كذلك. اذا ناخذوا وبلاتي هند كتقول باللي كاينه بسطيله ديال السردين في الفيسبوك يعني وكتقول راه كتاكد إذن الحمد لله الا كاينه مزيان ما تكتبش الا لا بالعكس بصراحه يعني ملي وليت كنكتب وكنشوف داك التواصل ديال المستمعات والمستمعين وكنشوف التصحيح بعض المرات وكنشوف الكلام ديالهم بيناتهم وهذا صراحه تيعجبني الحال كنشوف انا فعلا كاين واحد التتبع ملي كتشوف انا كدير واحد المجهود وكاين فانت كتبغي تعطي الاكثر هادي بدون يعني نفاق ولا مجامله فمشكورات بزاف كل المستمعات اللي كيتواصلوا معنا عبر صفحتنا في الفيسبوك شاده الاسره. اذا هند كتاكد انا البسطيلات ديال السردين كاينه فاحنا غنحاولوا نقلبوا عليها وان شاء الله نعاودوا ندير لها بيبليي باش تعاود تبان من جده وجديد. فكل المستمعات اللي كيزوروها الصفحه ديالنا ديال شاده الاسره يحاولوا يقلبوا على البسطيلات ديال السردين يشوفوا لي فوتو ويبداو يقلبوا يشوفها ان شاء الله. اذا ناخذوا فاطمه من الدار البيضاء. فاطمه الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الو بغيت نهضر مع لالا هدى. تفضلي لالا حبيبتي. صباح النور لالا فاطمه. صباح الفل. صباح الياسمين. بحرى باش كبرتك حفظك لي ربي حبيبتي. كبرتك في الخير ان شاء الله يا ربي. نشرف لالا فاطمه. لالا اختي حبيبه ديالي. لالا اختي بنيتي. عافاك بنيتي. بغيت نسولك الله يجازيك بخير. بغينا شي بريوات يكونوا مودرن جداد رمضان وسلو الشباكيه. خلال على الرسول العين لنا فاطمه. ويخلي بنيتي ويخليك ويطول لي عمرك يا ربي امين. حنا وانت حبيبتي الله يطول لي في عمرك لالا على الرسول العين امري لالا. اذا مشكورات كل المستمعات اللي كيتواصلوا معنا دائما على الرقم 05 22 36 10 36 وكذلك عبر الاس ام اس 5566. سعيده من برشيد. سعيده السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفاش لاباس عليكم؟ لاباس ربي يخليك. تفضلي. بارك الله عليكم. تبارك الله على اختي هدى. طولي عمرك حبيبتي. بارك الله فيك. الوصفات ديالك تبارك الله كلهم ناجحين وكلهم محبوبين بحالك. حفظك لي ربي لالا. بارك الله فيك. حبيبه ديالي بغيت نسولك على واحد لي باطاشو. دوك اللي كيكونوا معمرين بلا كريم فريس بحال الشكل ديال كلاصي ومعاهم واحد لاصوص كاراميل. هذيك لاصوص ما تصدق ليا. ما كتجيش بحال اللوغو اللي كناخذوهم في المحلات على طلا. واش اللي كتكون من برا ديالهم؟ دابا هما كيكونوا معمرين بالكريمة بالكريمة ماشي الكريم باتيسيا ولا الكريم فخيش كنطلع بحال هذا ودريت معاهم ديك واحد لاصوص كراميل. كتكون على الوجه ديالهم؟ كتكون من الفوق ديالهم كيكون فيه واحد لوغو بحال داك سيكرو. بحال هذوك درت انا ديك لاصوص عطاك. واخا مرحبا لالا. دائما في طلباتكم على 5566 وكذلك على 05 22 36 10 36. ليلو صباح النور الصوت الذهبي. صباح الفل والانوار. كي صبحتي لاباس عليك؟ اللهم لك الحمد. كي داير الناس تطوان؟ دابا بلا ما ندور عند حبيبتي. حبيبتي كتجمع عليا انا بعدا. حبيبتي زين كندير كنطلق من يدي ونبقى نسمع ديك حبيبتي. حبيبتي صباح النور. صباح الورد والياسمين وكل من هو جميل على اجمل ثلاثي في الدنيا هندو صوت الذهبي ولالا هدى حبيبتي. شنو بغينا واحد اخر؟ والو. طولي عمرك حبيبتي. هذا معاكم بركه في الدنيا وما فيها. طولي عمرك لالا. حفظك لي ربي لالا. خصكم فيما تهضروا تعرفوا ان ليلى معاكم يعني فيما كنقولها هاي كتقول صوت الذهبي. دابا رجع كلشي كيعيط لنا في الخدمه. حبيبتي كنقول مخا تاهي وتقولوا ما كايناش بحال هدى ليا تاهي. كله عنده الطابع ديالو. حبيبتي طولي عمرك ليلى. حبيبتي امري لالا. بغيت نسقسيك على البريوات ديال الحوت على شي طريقه مزيونه والشكيكه ديال القهوه. كنقول عليك ثلاثه الطلبات عندي وبريوات ديال الدجاج. اش منا خصك حبيبتي ديال بريوات الدجاج؟ وبريوة الدجاج عادي كتعرفي بحال ديال السيفون بالحق بالطريقه ديالك كي كتعرفي انت. خصك البروك. خصك البروك هذا الدجاج. البروك ايوا هاكا حبيبتي. قلت لك ماما قلتها جميله قلت لها سقسي عليه وماما فهمتني سقات لي لا لا عاودي. لا ملي قالت لي البروكات انا قلت لها بلاتي هضري باللهجه ديالنا تجي هدى هضري بالشماليه.
انتي كتفهموا بروك صافي حبيبتي، انا عطيتهم لك بحق بطريقتي ماشي بالطريقه اللي كتسريهم بناديريه ولا عطيتهم بطريقتي. لا لا بالطريقه ديالها ديالك صافي، انا نقيدهم معك. داكا حبيبتي، مرحبا بالزين ديالي، صباحكم بركه. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك ويبارك في كل المستمعات اللي كيتواصل معنا دائما على 0522 36 10 36 او عبر الاس ام اس 5566. واللي ذكرنا الاس ام اس، فالسلام انا ريحانه، اسم جميل، عافاك انا كنطيب البهله والعافيه من الفوق وكنقص من العافيه، ولكن ما كتشققش ليها البهله، ما كتجيش مشققه البهله. البهله بعدا نديروها في الفران ما يكون سخون باش طيبنا على خاطرها، يكون شويه يلاه شعليه بواحد 3 مينوت او 3 دقائق ودخليه شعليه العافيه، يكون مقاديرها مضبوطه، تكون مقادير ديال الخميره ديالها مضبوطه، فبالتالي غادي تجيها الناجحه. عندنا البهله اللي هي جربوها ناس كثار الحمد لله كانوا لقاوها بانها ناجحه. خدي المقادير غتلقاي في الفيسبوك، ما كانش غتعدي تتصلي بينا ولا تصيفط لنا اس ام اس تقول محتاجه البهله مقادير ديالها. اذا دائما في الاس ام اس 5566 بغيت عافاك الرايب مسوس وشي كلاص يكون يعني ممكن صافي شي كلاص، دونك المهم انه الرايب مسوس والكلاص. نمشيو نجاوبوا على الاسئله ديال المستمعات. هدى وي حبيبتي، بالنسبه لامينه من اي تورير على المسمن فانت جاوبتيها، ولكن الا بغيتي تعطيها طريقه اولا. امينه من اي تورير على المسمن حبيبتي. المسمن اول حاجه خصك يكون مسمن بنين نعجنوه، لعجنتي رابعه ديال الفوس ورابعه ديال الفينو، هانتي جربيه بهذه الطريقه وان شاء الله غيجيك مرق من فوق. غادي نديرو رابعه غادي نديرو معلقه كبيره ديال الحليب غبره اللي يكون بودره، غادي نضيفو نص معلقه صغيره ديال السكر، غادي نضيفو معلقه صغيره ديال الزبده، غادي نضيفو خماره ونص ديال الحلوى، ساشي ونص ديال الخميره ديال الحلوى، وغادي نعجنوها ماء بارد. فبالتالي التعجين يكون خفيف شويه، ما يكونش قاصح، يكون خفيف، تقطع كريسات وديرو في واحد البلاطو. هي هو السر ديالو، هما جوج كيكونوا في المسمن، الخميره ديال الحلوى اللي كتعجنيها وما تعجنش بالماء، تعجنش بالماء سخون، تعجن بالماء بارد ياك. وثاني حاجه هي الزبده، فبالتالي تحاول هي شنو مدينه اي تورير، اي تورير معاش مي تشوف لقات الزبده ديال التوراق، هي كاينه واحد الزبده خاصه بالتوراق اللي كدار في الفيلتاج، هي نورمالمون الخبازات كيستعملوها فقط لهذا باش كيصوبوا لاباط فيلتي، باش هي باش كيطلعوا لي ميلفاي لي كرواسون. وانا الحمد لله كثرت ما كيعجبني ندير الفيلتاج بالمسمن، فخديت ديك الزبده اللي كيصوب لاباط فيلتي بها كنصوب مسمن، فبالتالي كيجيني مورق كثير، فكيجي بحال كتاخدي شي بات فيلتي. اذا شوفي الزبده الا كاينه ما توفرات، غادي ديري غير الزبده، حاولي ديري غير المارغارين، ما ديريش الزبده ديال العبار، ديري غير المارغارين اي نوع ديال البواطه الا ما توفرتيش على ديك الزبده اللي كتكون زرقاء، غادي تاخدي الزبده ديال البواط، غادي ديري نص ديال الزبده ونص ديال الزيت، تورقي لداخل الزبده دايبه مع الزيت، تورقي وترشي بسميه سميده رقيقه، ترشي فوق منه فوق من ديك الزبده عاد كطوي، يعني قبل كل طويه كترشي شويه ديال السميده الرقيقه. علاش؟ لانه هو ملي غتحطو في المقله يطيب ما حد ديك الخميره اللي انا في الخميره غيبدا يتحل، فبالتالي ما غيخليهش يلصق على بعضياته، ديك السميده الرقيقه ما غتخليهش يلصق، فبالتالي غيجيك ورقين حلولين من الوسط. اذا غطيبو ان شاء الله يا ربي يصدق ليها، صحتك وراحتك للامينه. عرفتي انا ما كيصدقش ليا المسمن. اوه ديري الطريقه هذا كتسنى تسنى، لا كيجيني صامت يعني صار حد الله. لا خميره لان الخميره الحلوه ما عادش كتفاعل ملي كتدخل الحراره. نعم علاش كنقول لكم عجينه اي حاجه فيها خميره الحلوه ما تعجبش بالماء سخون، لان داتي الماء سخون غتفاعل ديك الساعه غتموت، ما بارد غتبقى هي الخميره الحلوه دائما تغربل مع الفورس، دائما في اي حاجه ملي تغربلي الفورس ديال المسمن غربلي مع هذيك خميره ونص رابعه غربليها، هي نورمال ممكن نديرو غير وحده ولكن نقدر ندير وحده باش يجيها خفيف اكثر. نعم فبالتالي ملي غيتورق بسميده رقيقه غادي تكون من ذاك الوسط، ومع الخميره غادي يتنفخ ليها غيجيها محلول. فبالصحه والراحه. بصحتك يا هدى. اذا بغات تسلو
كذلك ميلودا مرباط، لا ماشي ميلودا، ميلودا بغات بسطيله ديال سردينغ لانها كاينه في لاباج فيسبوك. كذلك فاطمه من الدار البيضاء بغات بريوات يكونوا مودرن، وكذلك سلو ديال سلو شبكيه. فاطمه كاين طلب على سلو، نعطيو سلو عافاك باش يلاه الناس يوجدوا. انا كنرغب في لاله هدى باش شاطي سلو، لان كاينين بزاف ديال السيدات راه كتعرفي هدى كيبغيو يوجدوا على التيسان. فاحنا ما شاء الله حنا في شهر خمسة يعني ما بقى والو، ان شاء الله يدخل رمضان اللي كنتمناو يدخل بالصحه والسلامه والرزق والتيسير لكل المستمعين والمستمعات الاوفياء والوفيات كذلك، كنتمناو يدخل عليهم بالصحه والسلامه. فواش غنعطيو ان شاء الله سلو؟ ان شاء الله دابا ماشي مشكل. يلا انا نقيد بالورقه والقلم باش نقيد مزيان وننزل ان شاء الله ملي سالي برنامج يلا ونكتبوا في لاباج فيسبوك ان شاء الله يا ربي. يلا حبيبتي على بركه الله. يلا هدى غادي ناخذوا كيلو ديال الزنجلان. هادشي كيلو كيلو زنجلان، كيلو ديال الفورس، يعني كيلو زنجلان كيلو فورس كيلو ديال اللوز. نعم. شوفوا حبيباتي سلو واخا نقول لكم راه كيلو كيلو من الشكل، بيني وبينكم الا درنا كيلو زنجلان وكيلو فورس وكيلو ديال اللوز راه ولات عندنا 3 كيلو. فبالتالي عوض ما نحضر 3 كيلو ديال الطحين ندير غير كيلو، شتي الا كليت غير زليفه صغيره قويه تقويني حسن ما ناكل 10 ديال الزلايف وكناكل غير الطحين والسكر. داكو فهادي نحاول سلو. اهم شيء هو في السحور، السحور كونوا على يقين. غادي نوريكم كيفاش تصوبوا انواع ديال الريب باش ديروه، والله يجازي بخير الدكتور احسين اللي كان عطاني طريقه ديال تحضير الريب من الجيل الثالث، هو اللي قال لك يحتوي على خمائر اللي كتخلي الجسم ديالنا ياخذ كل ما بغى مده 12 ساعه. فبالتالي غتاخذوا غير شويه من هذا السلو، تاخذوا واحد الريب من الجيل الثالث وكونوا على يقين بانكم غتضلوا من الصباح حتى العشيه لا عيا لا سخفه لا حتى حاجه. فبالتالي اش كنقول لكم ديروا كيلو كيلو من حاجه، انتم غتشوفوا معايا غادي يكونوا شي حوايج اللي هي مختلفه على السلو اللي كتحضروا، ولكن جربوه صحيا مهم. شي غتفكروني في رمضان ملي تفيقوا في الصباح ناشطين ما فيكم لا سخفه لا والو. ان شاء الله يا ربي الله يحفظنا الصحه والسلامه يا رب امين. اذا كيلو ديال الزنجلان كيلو ديال الفورس كيلو ديال اللوز كيلو ديال اللوز غادي نديروا معاهم رابعه ديال السوجه مطحونه. السوجه اللي كنجيبوا السوجه راه كتكون كتباع متوفره كثرة كتحمر، ولكن منين نبغيو نحمروها نحمروها في شي حاجه ديال الطين صحيا، ما توفرناش كنحمروها ان شاء الله تحمرها في فران الزنقه، ديرها غير في شي فراح ديال الطين ودير فران الزنقه ويحمرها لك. نعم. وكتطحن، هي كتطحن عند اللي كيطحن داكشي ديال الزرع. كتطحن عنده اولا الناس اللي كيطحنوا العطريه كيطحنوها لك. كنديروا رابعه ديال الصوجه بحال اللي قلنا، كنديروا 150 غرام ديال الطحين ديال الحمص. الطحين الحمص ولا متوفر. نعم. جميله يمكن يستغربوا مستمعين على اساس الطحين الحمص، الطحين الحمص دخلوا غير الانترنت كتبوا عليه شوفوا شحال من ميزه فيه، يعني شحال كيعطي من فائده للدماغ والقلب بالخصوص. حنا ديما الناس القلب سخفان في رمضان والحمد لله، ما بغيناش تكون ديك السخفه في القلب، ما بغيناش ديك العيا. فبالتالي ديروا معاه الطحين ديال الحمص. نعم. غادي نديروا 150 غرام ديال زريعه الكتان. زريعة الكتان بزاف الناس كيقول لك لا ما كتعجبنيش في الصفوف، فبالتالي نجيبوها نطحنوها لينوها ما نحرقوهاش، تحمر غير شويه تطحن تولي بودره. غادي نديروا 100 غرام ديال النافع بلدي، 100 غرام ديال النافع بستاني، حيت كاين النافع البلدي وكاين النافع البستاني، 100 غرام ديال حبه حلاوه، 150 غرام ديال ايلان مطحون بودرة. نعم. جوج معالق كبار ديال القرفة. جوج حبات مسكة حرة. معلقة كبيرة من العطرية ديال اللحم. استغربوش حيت كتجي جديدة لأن فيها الزعفران حر وفيها هادي، فبالتالي كتعطي واحد النسمة وهي غير معلقة واحدة، فبالتالي النسمة ديالها خفيفة. الجوزة كتبقى لكل واحد حرية الاختيار، فبالتالي كتبقى بين قوسين ما اللي بغي يستعملها يستعمل اللي ما بغاش. الجوزة حسب الاختيار حسب اختيار كل واحد فينا. اها.
صافي هنا غادي نرجع لواحد النقطه اللي مهمه. الناس اللي ديابيتيك الناس اللي عندهم مشكل ديال السكري، الناس اللي كتبعوا حميه بدون سكر بدون ملح. انا ما نسيتش الاخت اللي جات عندي من المحمديه، كنحيي كل البنات اللي خدامين معاها، كل الشركه اللي هي خدامه وكتستمع لشدا اف ام، كنحييهم من منبر شدا اف ام. فبالتالي انا ما نسيتش الناس اللي متبعين الحميه، ما نسيتهمش اللي كيقول لك احنا متبعين حميه ما كناكلوا لا ملح لا سكر لا هادي، ما نسيت حتى واحد. فبالتالي غنعطيوها، الله يشافي كل من هو مريض. الناس اللي عندهم مشكله ديال الديابيتيك ولا السكري غادي ناخذوا نفس المقادير اللي درنا، وغادي عوض غادي غير نفس المقادير، لان ما غاديروش كميه كبيره بالنسبه لشخص ولا جوج، غير واحد نفس الكميه. غادي يضيفوا ربعه ديال الزبيب اللي هي كتجي كتكرم كتطحن، كنكرموها في المجمد كتجمد، يعني كنقولوا الطريقه اللي عطيتها ديال الزبيب، كناخذوا الزبيب ربعه ديال الزبيب نديرها بلاطو نديروها في المجمد مده 48 ساعه، نجبدوها وتطحن مباشره من تخرج من المجمد يابسه تطحن. ملي كطحن تديري حبيبات. فبالتالي الناس اللي ديابيتيك نصف المقادير ديال هذه اللي عطيت ديال السلو، يزيدوا معاهم ربعه ديال الزبيب ويزيدوا معاهم كاس ديال زيت الزيتون يكون حلو، وكاس ديال الزبده ويعجنوه. فبالتالي غيولي عندهم سلو اللي هو حلو طبيعي بالزبيب بلا سكر، وي بلا سكر طبيعي بدون زبيب. فبالتالي ما غيخافوش، لان الزبيب اقل حلاوه من التمر، حيت هو خفيف الحلاوه ديالو وطبيعيه. فبالتالي مقارنه الا كلاو غير 5 غرام ولا 10 غرام ديال هاد السلو في النهار، راه بالتالي خداو واحد 2 غرام، لان المقادير عندنا كثيره. فبالتالي غيقدروا ياخذوا 2 غرام ديال السكر ديال الحلاوه الطبيعيه، ما غاديش ياديهم يعني. فبالتالي يتشاوروا مع الطبيب ديالهم، ما غاديش ياديهم ان شاء الله يا ربي. وبالنسبه للمقادير العاديه شحال ديال الزيت وشحال ديال الزبده؟ الناس العاديين غادي نرجعوا للناس العاديين من بعد ما خلطنا شي كلو، بعدين نرجعوا لواحد النقطه اللي مهمه بزاف هي الزنجلان. انا مع الناس اللي كيقول لك نطحنوه ونديروه ياخذ الزيت ديالو ياك، وفي نفس الوقت نخليو شويه ديال الزنجلان ونخليو شويه ديال هذا باش نضيفوه فيه في الاخير، يعني حريه الاختيار كل واحد كيفاش كيدير. انا كنقول ملي كنعصروا ديك كنطحنوا ديك الصفوف كيجي شويه كله مطحون بحال اللي كناكلوا غير الطحين ياك. زائد واحد الحاجه، هذيك الزيوت اللي كيهضروا عليها اللي كيقول لك راه الزيت ديالو اللي كيعلكو، ما نساوش واحد القضيه اللي مهمه، ربي عطانا معده باش تطحن وتاخذ الزيوت من كل حاجه وهي كتفرزها. فبالتالي ما احتاجوش باننا نطحنوها وناخذ الزيوت، لان الزيوت طياره كيسميوها الزيوت طياره، فصافي دير ملي كتطحن وتبقى معرضه للهواء مشى الفيتامين ديال الزيوت. نعم انت، فربي سبحانه وتعالى مادام خلق كل حاجه في الجسم الا وعندها وظيفه. ف الا رجعنا حسبنا بالعقل غنلقاو ربي عطاني معده اللي هي كتطحن وعندها وظيفه ديال الكبده وديال المراره وديال الكلاوي وديال كل حاجه، فالمعده كتصفي وكتدير كل واحد وظيفه ديالو. فبالتالي كناكلوا شويه ديال السلو ماشي ضروري تيكون مطحون كامل، وكنعطيو للمعده هي كطحن وكتعطي الوظيفه ديالها. فبالتالي ما احتاجوش اننا نطحنوه، هذه كتبقى مساله اقتناع كل واحد فينا. انا ما كنفرضش على شي واحد بانه ما يطحن السلو او لا يطحنوا، لكم حريه الاختيار حبيباتي. نرجع اذا احنا ناخذ كيلو ديال الزنجلان نطحنوه ولا نخليو كميه جوج؟ نقسموه على جوج نحمروه واحد لينوه. شوفوا انا عندكم واحد الطريقه اللي كندير انا باش كتجيني سهله، كناخذ الزنجلان كنحمره ياك، كنطحن نصف ديالو كي ملي كنبغي نطحنو كنطحنو يعني حتى كيرجع معلك، يعني كنطحنو المره الاولى ونحطو ونرجع نطحنو المره الثانيه. فملي كنبغي نطحنو كنضيف فيه 4 كاس ديال زيت الزيتون، يكون زيت الزيتون حلو. الا ما عنديش يكون عندي زيت المائده، ولكن تكون زيت المائده اللي غنستعملها في السلو. الناس اللي بغاو يستعملوا زيت المائده في السلو كيخصها تتغلى طيب طيب باش تحيدوا لهذاك الجهد ديالها داكوغ. ف احسن حاجه ناخذوا هي سلو، ناخذوا النص كيبقى حبيبات هكذاك، كناخذوا النص كنطحنوه كيرجع معلك، يعني بالتالي كيرجع معلك، يعني ملي كنضيفوا عليه داك الزيت الطحنه الاولى وكنضيفوا عليه 4 كاس ديال الزيت ونعاود نطحنوه كيرجع بحال املو داكوغ. فملي كنطحنوه عاوتاني كنزيدوه هو كيزيت ليا السلو، هو كيعطي الزيوت للسله. نعم كنخلي النص، كناخذ اللوز، اللوز عندي كيلو ديال اللوز، نص كيلو كنخليه بقشرته، نص كيلو كنسلقه ونحمره ونقليه في الزيت. نص كنجيبه بقشرته كنقليه في الزيت بقشرته، النص الاول كنسلقه ونقيه
ونقليه نحيده نعم. والنصف الثاني كنقليه بالقشره ديالو هكا نمسحو بزيف ونديرو بقشرته اها ونقليه بالقشره ديالو وي ونطحنو كنطحن هذاك اللي بقشرته حيت بقليه بزيت كنطحنو كيولي املو اها كيمشي كيولي الشكل املو اما هو مذاق ديالو براليني نعم وما نساوش مذاق براليني شحال كيجي لذيذ بخاليني وي فكنطحن اللوز مقلي بقشرته ولكن كنت حرقوه في طونسيون هذا والاخر اللي كنكونوا سلقناه وقشرناه حتى هو كنقليو كنهروشوه كنضيفوه غير مهروش ولا صحيح حسب اختيار كل واحد اما الاخر اللي كيكون براليني احنا ساعدنا بان سلو يندمج غير بالزيوت الطبيعيه اللي هي ديال اللوز وخلينا النصف باش كناكلوه والنصف حنا درناه براليني عطاني مذاق جديد في السلو وهنا كنرجعوا لواحد النقطه اللي مهمه سلو انا باغا سلو صحي فبالتالي ما نستخسرش راسي نشري كيلو ديال العسل 100 درهم ديال الليمون لان انا ما 100 درهم غنخسرها غير في هادي وفي هادي وفي هادي وفي هادي وفي هادي اللهم ناكل صحتي بعدا نكسب صحتي ونكسب صحة وليداتنا فهمتي يعني كيلو ب 100 درهم ديال العسل الليمون به نخلط نخلطو بالعسل عوض السكر ما نديرش السكر لان انا كنقول ديما في رمضان كنقولوا نسبه السكريات كثيره نحاولوا نتفاداو نتفادوا ناكلوا بحال دابا العصر كنقولوا دائما العصر غنرجعوا ليه في حلقات اخرى العصر بالحلاوه الطبيعيه اذا كنخلطوا بالعسل يعني كناخذوا كيلو ديال العسل ديال الليمون كنخلطوه به وكنزيدوه معاه سترو ديال زيت العود ولا الزبده اللي بغى الزبده حيت كاين اللي كيخلط ما بين زيت العود والزبده الزبده له حريه الاختيار واحد فيهم ولا واحد فيهم ولا بجوج بيهم لهم حريه الاختيار كل واحد باش بغى يعلكم مهم كيلو ديال العسل ديالو ضروري يكون فيه ديال الليمون غير عسل الليمون نضيفو فيه نشريو حر ونضيفوه ونديرو يا اما زيت العود يا اما المهم خصو يجيني معلك شحال ديال زيت العود زيت العود نسيطرو اولا الزبده نص كيلو ديال الزبده غير الزبده نحيدو لها الحليب اللي هي فيها اللي زايد هنا غادي نخلطو سلو ياك غادي نبيتوه الغد لي غادي نرجعو لواحد النقطه اللي مهمه غناخد لي مول دو سيليكون الطريقه ديال التحضير ديال السلو غد كناخد مول سيليكون مول سيليكون يكون عندي سلو معلك مزيان يعني هنا كنرجع النقطه اللي كنقول معلك راه صحي يعني باربعه انواع ديال الزيوت الطبيعيه كنعلكم كناخد كويرات كنوضعهم وسط السيليكون كندير حفره الوسط وكنديرو يا اما كنفارسيه باللوز ياك نعم او كناخذ الحليب المركز محلى كنعجنوه مع شويه ديال مسحوق اللوز يعني نجيب اللوز واحد شويه ديال اللوز واحد كاس ديال اللوز نسلقو نقليه ونهروشو مزيان رقيق ونضيف عليه الحليب المركز ونديرو كويرات نديرو محشوم لداخل نديرو فارسي معمر بالداخل باللوز او بالتمر كويرات ديال التمر صغيره او فقط بالحليب المركز المحلى يكون على شكل كراميل او قطعه لوليداتنا اللي ما كيبغيوش يتناولوا لينا سلو هكذا دير لي قطعه ديال الشوكولاته لداخل قطعه ديال الشوكولا طريف ديال الشوكولا ديال الشوكولا كوكيز ولا ديال الشوكولا هكا وكنفارسيوه وكنسدوه اذا طريقه زوينه وغت لا صراحه زوينه لالات لا لا زوينه الناس اللي هنا بعدا لهنا راه زوين نعم فبالتالي غادي نسدو ديك ليمون غندخلوهم المجمد نعم غادي ندخلو المجمد غادي يشدو ليا لا فورم ديال المول سيليكون اذا مشكوره هدى اكيد غنتموا هذا الموضوع ونشوفوا فين وصلنا في السلو الصحي والطبيعي لكن بعد الفاصل الاشهاري باقي متواصلين معكم دائما في شهيوات جديده ومجربه معكم انتم مستمعينا ومع خبيره الطبخ هدى اليداري وكنا وصلنا للسلو اللي ان شاء الله الموائد غتحضروا في رمضان لانه طريقته جميله ومبتكره دائما من ابتكار هدى اليداري والكثير من المستمعات سولوا على هذا السلو اللي غيكون صح ان شاء الله واللي كيف قالت هدى اننا نقدروا ناخذوا منه غير قطعه واحده اللي هي صغيره ونرافقوه برايبي لا بلاتي قيد اش من رايبي بيضاء الجيل الثالث قيده معاك الرايب جميله الرايب وي الرايب الجيل الثالث فهذا الرايب ديال الجيل الثالث غتعطينا هدى ان شاء الله ان شاء الله ياك باش تكون بعد السحور ديالنا يكون كامل فوالا حيت كان عندنا السحور جوفي الا كان السحور ديالنا صحي يكون يلاقي منك غتصبحي في الصباح طبيعيه وعاديه ما فيك لا سخفه لا والو لا عيا لا والو ان شاء الله اذا وصلنا اننا قلنا كنعمروا الليمون عمرناهم فاخسيناهم حسب اختياركم
يعني نقدروا نفخسيوه بلا كاجو كيجي لذيذ بزاف. هو ملي كنديروا واحد شويه ديال انا اللي كيعجبني بزاف وكان يعني ما كنفرضش الناس شنو كيعجبني، ولكن لكم حريه الاختيار حبيباتي. ممكن نديروا غير في لي مود سيليكون ونديروا بلا ما نعمره داكوغ، وممكن ندير غير نقطه ديال الحليب المركز محلى كاغاميل ونزيد معاه واحد الحبه ديال لاكاجو. نعرفوا لاكاجو شحال الاهميه اللي مهمه كثير الناس اللي باش ما يحافظوا على الدماغ بلا زهايمر. فبالتالي لاكاجو من واحد من الذاكره بزاف، لان ما كيخليش الانسان يجي زهايمر. فبالتالي كنديروا واحد الحبه لاكاجو لداخل وكنسدوه وكناخذوا هنايا يا اما بيستاج باللوز بالحليب المركز بالكوك بالتمر بالشريحه فواكه مختلفه. اللي حنا علاش انا نقول لكم علاش درت فيه اكسبري، درت فيه فواكه جافه في رمضان. المائده تبارك الله كتكون غنيه امور الفطور بيني وبينك حتى واحد فينا ما كنديوها لا في الشريحه الا كاين هذيك التمر ما يقول لحد الحد. كننساو راه خصنا ناكلوا فواكه جافه وناكلوا اللوز ناكلوا ما كتقدريش. فبالتالي انا شنو قلت؟ قلت حنا ما نقدرش نديروا البيستاج، ما نقدرش نديروا الكركاع، ما نقدرش نديروا هذا اللوز كثير فوت السلو، فبالتالي نديروا هذه الطريقه كتجي احسن والد. اذا كيف قلتي بالتالي وليدات الصغار انهم طريقه باش اننا ندخلوا لهم هذه العاده وياكلوا سلو تاهما، لانهم تاهما كيبغيو عندو الكبار في الصيام ضروري، فما كيبغيوش ياكلوا الصباح، كيبغيو ياكلوا شي حاجه في النهار حاجه خفيفه. هذه طريقه باش انهم بعدا تاكلشهم تبقى قابطه او ما يهبطهمش الجوع طبيعة الحال. والرأي هنايا باننا كيلو اللي قلنا ديال كيلو اللي قلنا ديال العسل راه ما كيكونش حلو كثير بالنسبه لثلاثة كيلو ديال المقادير راه ما كيحليش بزاف. فبالتالي يعني باش ما تقولوش راه غيجي حلو كثير ملي كنضيفوا الحليب المركز المحلي ولا كنضيفوا الفواكه، راه انا اصلا دايره اكسبري ماشي حلو بزاف. فبالتالي كيجي لذيذ يعني بلا ما كيكون حلاوته ناقصه، ولكن داك لافاخس كتعطيه الكماله ديال الحلاوه. او كنجيبوا طريقه اخرى، كنديروا كويرات بسرعه كنفخسيهم باش بغينا، كويرات بلا مولد سيليكون كويرات ياك، نديروهم وندوزوهم كنفندوهم في اللوز كاسي يكونوا باقين باقي الصفوف اللي يقدر يتحمل ليا، كندوزوه في ليمون في اللوز كاسي او اللوز هاشي اللي كنقولوا له لوز مهروش ياك، وكيجيونا بحال لي بول دو شوكولا معمرين مفندين في اللوز ونديرهم في كويختات. فبالتالي انا ضد ديك الفكره نديروا الزلايف فيهم. علاش؟ لان كناكل منها مره جوج كياكلها منا معايا شي حد كياكل ديك الزلافه ديال هذيك كتبقى النص ديالها، بالتالي ما تقدرش ترجعها للسطل، لان الزلافه صافي بنادم خشى المعلقه في مو دارها غادي يحماض لك الا رجع لك الصفوف للسطل وغترميه. فبالتالي حتى تبيصل اللي يقدر على وحده ياكلها، اللي يقدر على جوج ياكلهم، اللي يقدر على ثلاثه ياكلهم. نعم. فبالتالي علاش كنقول ان يكونوا فاخسي فاخسي غير كويرات، ما عندكش مود سيليكون ديروها كويرات كويرات صغار وندوزهم شويه ديال اللوز ياك، وندوز نحطهم في الكويختات. بالتالي اللي بغى وحده بحال اللي قلت، ولكن الجميل يكون هذه مفخسيه بالبيستاج، هذه باللوز، هذه بالكوك، هذه بالشريحه، هذه بالتمر. فبالتالي ملي كتقول الكويره الاولى كتلقاها في شكل، الكويره الثانيه في شكل، بصحتكم وراحتكم. زائد نحتفظوا به في الثلاجه، لان نعرفوا دابا حنا الصهد بيني وبينك، دابا حنا الصهد ومرة الفطور شكون اللي غيقدر ياكل لك سله. والله ودرتو في الكونجيلاتور وبرد وجبدتيه درتيه في الثلاجه ديالك قبل الفطور، جبدي عليبه صغيره وحطها في الثلاجه، منها غيبقى عندك حتى العام عامين ما يخسرش لك الصفوف، ومنها كتاكلي سلو فخيش بارد. الله يا ربي كيبرد على القلب مورا الفطور. صحة وراحة. لا يعني العجيب ودا كتفكري في المستمعات كتفكري في الصهد، لان غيجي ان شاء الله شهر رمضان يعني في شهر سبعه، فاللهم ارحمنا. بغيناهم ناخذوا صحتنا ولكن مستمتعين. امينه جميله بحال بحال. تحيه الامينه. عرفتي بيني وبينك جميله شنو مورا الفطور ما كنقدروش في السحور بيني وبينك تقدري تنوضي تاكلي والصهد وبنادم مقاتلو غير الصهد صح. انا ما كنتسحرش كاع. انت تهنك الله انت انت العمره دار تاع 20. لا كنبغي غير ارتاح صافي. ما نساوش واحد القضيه، راه الصفوف مورا الفطور ولا في السحور كل واحد ليه حريه الاختيار، ولكن رانا نبداو من نفسنا. واش انا ما نقدرش ناكلو يعني هكا، ففكرت كاين الصهد علاش ما يكونش بارد، ناكلو مع كبيس العصير. عاد نعطيكم انواع العصير اللي كيكونوا خفاف محضرين فقط بالماء اللي نقدروا ناخذوهم في المورا فطور مع كبيساتي ولا مع كبيس العصير ولا مع كاس الريب، هي شي حاجه اللي كتجيك بارده وتخليك تاكليها. نعم. فبالصحة والراحة والله يدخل عليكم الصحة والسلامة، رمضان إن شاء الله يا ربي يا ربي يا ربي لنا وجميع المسلمين. وزائد
كلوا هاد السلو علاش لانه صحي. زائد حاجه بغيناكم دوزوا رمضان بلا سخفه، تصليوا صلاتكم نقدروا نتحركوا ونقدروا نمشي ونجيو، الله يدخلوا عليكم الصحه والسلامه يا ربي يا رب امين. دائما نشوفوا الاسئله ديال المستمعين والمستمعات، واكيد السلو اللي خدينا الان، فان شاء الله بعد الحلقه يعني بشي ساعه ولا ساعه ونص ان شاء الله ان شاء الله على ما نكتبوا نقادوا ونزلوا لكم في لاباج فيسبوك. لا لا هذا عرفتي علاش؟ لا صافي كنحيي بنات اللي كيعيطوا لي من الشركات، والله كيعيطوا لي كيقول لك بان تصوري بان شركه فيها 500 بنت كتوقف لي ماشين الساعه اللي كنديروا حنا شاده اف ام كيكون برنامج الاسره، فبالتالي كتوقف 500 ماكينه اللي كتوقف باش يسمعوا شاده الاسره. فبالتالي والله يجعلهم يكونوا وفيات واوفياء دائما. نحيي كل البنات اللي سمعونا، نحيي كل وحده دارت كيد في ودنيها ووقفت خدمتها باش تسمعنا. نحيي كل مرأة في البيت ديالها تخدمنا لها من وقتها، شكرا لكم. كيف فالفائدة كتعم، حنا كنعطيو وهما كيعطيونا كذلك، الفائدة كتعم الجميع ضروري. إذا نبقاو مع الأسئلة ديال المستمعات حبيبتي، فحنا عطينا سلو وإن شاء الله غنكتبوا وغنزلوا في الصفحة ديالنا في فيسبوك شادة الأسرة. كذلك فاطمة من الدار البيضاء بغات بريوات مودرن. بريوات مودرن حاضر على راسي وعينيا، غادي نديرو البريوات الموديغ اللي قلنا حنا حققنا لك طلب ديال لاله فاطمه ديال شبكيه عندنا وقيله في الفيس، ولكن ان شاء الله هذا العام غنعطيو بشنيخه. ما نسيتش الناس اللي وصوني على بشنيخه، بشنيخه باقي الوقت غنعطيكم انواع ديال بشنيخه، زائد غنعطيكم شبكيه بشكل اخر عاوتاني اللي هي صحيه اكثر، ونعطيو الشبكيه العاديه اللي هي راه عندنا وقيله في الفيس الشبكيه العاديه كجميله. بقاو لنا بقى البريوات غنحاولوا كل مره نعطيو بريوات، كل مره غادي نبقاو نعطيو بريوات في شكل اخر جداد باش نرضيوكم كاملين. ضروري المائده الرمضانيه خصها تكون مختلفه، كيف ما رمضان مختلف في العباده في قراءه القران في الصلاه، يعني كنلقاو ما يتلجوا الصدر بان ما شاء الله الجمع كيعمروا، كل واحد كيهز المصحف ديالو كيقرا ولو حزب جوج، فبالتالي ضروري تكون حتى المائده ديالنا، ولكن ما تكونش وقتنا كله الكوزينه. نعم. شويه هكا وشويه هكا، فنرجعوا عند ما نطولوش عليهم البريوات. البريوات نعطيوك اليوم بريوات جداد اللي هما ديال الدجاج، نفس الوقت هنا غادي نعطيو جوج اجوبه للا ليلى اللي في تطوان اللي نحييها بروكه الدجاج، ما نسيتش حبيبتي في البريوات الحوت نعطيهم لك، وكيكات القهوه كذلك، وفي نفس الوقت نجاوبوا للا فاطمه على اللي بغات بريوات جداد ديال الدجاج. غنعطيكم بجوج طرق بسرعه، فالبروك ديال الدجاج او البريوات ديال الدجاج غادي ناخذوا دجاجه مقطعه غادي نوضعوا عليها نص معلقه صغيره ديال الثومه غبره. هنا علاش كنستعملوا الثومه غبره؟ رمضان كنقولوا حنا مكروه يكون فيه الثومه، يعني مع الصلاه مع الكلام مع الرائحه مع الصهد مع زعما الحراره اللي كتكون، فبالتالي كنقولوا حنا ما نستعملوا، هي ماشي حرام ما غنحرموش حيت حنا ماشي رجال دين، ولكن كيقولوا مكروها على حسب الرائحه. نعم. على حسب مش جيد على حسب الناس. نعم. داكوغ، فبالتالي غنستعملوا الغبره، لان الغبره ما كتكونش ما تزادش النسمه ديالها، فقط المذاق بدون رائحه كوني على يقين. غادي نستعملوا نص معلقه صغيره، غادي نستعملوا نص معلقه صغيره ديال السمن، وانا اكيده بان بزاف المستمعين باغيين السمن رمضان، غادي نعطيه لكم ان شاء الله طريقه التحضير ديالو في البيت. غادي نوضعوا لاله عصير معلقه صغيره ديال عصير الحامض غادي نضيفوها عليه، غادي نضيفوا جوج معالق كبار ديال الربيع مقطع، غادي ندير معلقه صغيره ديال العطريه ديال الدجاج، غادي ندير عود ديال القرفه نعم صغير، نصف كاس ماء، غادي نوضع نص معلقه صغيره ديال خليط الزعفران، غادي نوضع نص معلقه صغيره ديال سكينجبير، وفقط قبصه ديال الابزار الملحه. نعم صافي، غنشرب له الدجاج مزيان. ملي غنشرب له الدجاج غادي ناخذو نخليه كيترقد، غادي ناخذو ربعة الحبات ديال البصله كبيره، نشل ديال الرقاق، غادي نشحرهم في الزيت فقط بدون ملح،
الإشارة دائما كنقولها، والتلاميذ اللي كيقراو عندي راه عارفين هذه القضية ديال زوينة التلاميذ الصلاة. تلاميذي أنا كسب واخا شي واخا نساء واخا بنات كبار كسب تلاميذ، لأن دائما كيجوني في عيني باقيين صغارات باقيين بنات، اللي دائما كنقول لهم بنات واخا عندي نساء تبارك الله مزوجات رغم اللي كنقول لهم بنات. بدل الإشارة تحية لعيشة، عيشة كتقرا عندي في الرباط، كنقول لها تحية ليك، لأن البارح مسكينة خديت من وقتها كثير، كنقول لها تحية ليك عيشة بالرباط. نعم. فبالتالي غادي ناخذوا الدجاج غادي تشحر، نديروه في طنجرة تشحر، وناخذوا البصلة مشلدة نشحروها في الزيت، ناخذوا البصلة نشحروها في الزيت بلا ملح، بلا ملح، علاش الملحة كنديروها لا كتطلق هي، نعرفوا الملحة درناها في أي حاجة كتطلق الماء. نعم. البصلة تبارك الله كتطلق الماء، وزدي عليها الملحة ما تبغيش تدبل، ما تبغيش تولي دابلة. نعم. يعني مشحرة دايرة بلا ما تحرق، خاصها تكون غير دابلة. فبالتالي بدون ملح، جربوا غير شوية ديال الزيت ديروها في واحد المقيلة، بوطا ما تكونش مجهدة، وشحروا البصلة قبل ما نضيفوها لأي حاجة، لا للطاجين ولا الماكلة ولا نحمر الدجاج ولا نطيب الدجاج بالحمج البانة ولا اللي باش ما طيبت، ديما شحر البصلة أبر باش كتجي دابلة، هي كتذوب بسرعة ملي كديرها في الطنجرة. فبالتالي غادي ناخذ البصله غادي نشحرها هي الاولى مزيان تتذبل، وناخذ اللحم نديرو في الطنجره دجاج معذره، ونخليه يتشحر فقط في الماء ديالو بدون زيت، ما نضيفلوش زيت نهائيا، يبقى يتشحر يتشحر تينشف من داك الماء ديالو، كنقلبوه من الجهه ومن الجهه حتى يتشحر. نعم. نسيت ما قلتش خرقوم بلدي ولا خليط الزعفران، واخا الزعفران كيجي احسن. قلنا وي صافي، فمن غير يتشحر مزيان غادي نضيف عليه داك البصله، وعاود رجعت لي نشحرو، ومنين غير تشحر نضيف عليه كاس فقط ديال الماء، كاس ديال الماء، كنغطي الطنجره نغطي الكوكوط ونخليها تطيب مده ديال 10 دقائق من بعد ما تغلى، تصفى الكوكوط 10 دقائق، منين غطيب غادي نحيد داك القطع ديال الدجاج. ما درت منين نضيف الماء نضيف واحد جوج حبات ديال التمر بالعظم ديالهم كاملين، نضيف حبات ديال التمر كاملين. نعم. مني غادي نضيفهم علاش كان باش شنو كيعطيها كيعلكوا كيعلكوا الصوص، كتجي معلكه وكتجي مذاق الحلاوه خفيفه. نعم. ما كتجيش ديك المذاق الملوحه، حيت هما البريوات اللي هادو عندنا جوج طرق، يا اما كنديروهم هكا حلوين او كنديروهم مالحين، فبالتالي نعطيكم نفس الطريقه، وهما كنضيفوا في الاخر يا اما نضيفوا السكر يا اما نخليهم مالحين. نعم. تنعلكوا ب حتى كيطيبوا، ملي كيطيبوا كنحيدوا داك هذا ديك الدجاج كندازو صيف ونحيدو العظم ديالو ونخليو لاصوص تنشف، كتبقى تعلق 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 حتى كتنشف، مني كتنشف كنضيفو فوق من كناخدو ديك لاصوص، كنكونو صوبنا الدجاج حيدنا له العظم ديالو ساليناه، كندوزو عند لاصوص كتنشف مزيان وكتجي معلكه، كنقسمها على جوج ياك، نصف كنرجع فيه الدجاج خليته في الطنجره، رجعت فيه الدجاج والنص درته في واحد المقله وطربت عليه ستة البيضات، طربهم مزيان نطربهم، ومنين نطربهم مزيان مع قبيصه ديال الملحه مع شويه ديال المليحه كنضيف عليهم ديك لاصوص، نص ثاني كنضيف عليه ستة ديال البيضات مضربين اييه، كنطربهم مزيان وكنطيبهم. يعني ديك الباستا اللي هي معلكه مزيان كنضيفها على ديك البيض كنخلطها، علاش كنخلط مع هذيك البصله باش ما يجينيش الفرق بين البيض وبين الدجاج. نعم. فبالتالي ديك التعليكه ديال البصله الا دخلت مع البيض ما غيبقاش يبان راه بيض، غيرجع بحال قطع ديال الدجاج تماما. نعم. عندك كنت نسوي عود القرفه والحبات ديال التمر حيدوهم. نعم. حيدو لهم العظم وديروهم فرتوهم رقاق مع الدجاج كيعطيو واحد الحلاوه خفيفه. هنا غنرجعوا للنقطه، الناس اللي كيبغيو البريوات على شكل مذاق البسطيله في نفس الطريقة، غادي ناخذ الدجاج فقط ملي غادي نضيفوا ذاك النصف دجاج حيدنا ديزوصيناه وحيدنا لي العظم ديالو وزدناه للطنجرة على ديك البصلة، غنضيفوا لهم جوج معلقات يا إما العسل يا إما جوج معلقات السنيدة. وغادي نخليه ثاني فوق البوطة على بوطة مهيلة تيتعلق ثاني ذاك السكر فيه ولا ذاك العسل فيه، يبقى يتشحر ما هو ديك البصلة، ولكن البصلة خاصها منين تحيدوا منها الدجاج خليوها تعلق 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 حتى ما تبقاش الماء نهائيا، البوطة مهيلة عندك تحرق، نقص البوطة ياك، وخليوها الطنجره عريانه باش تبقى كتشرب ديك الماء ديالها وديك البصله كتولي ناشفه بحال اللي غادي ديرها بالعرس. نعم. حيت العطريه الدجاج كتجي مذاق كتعلق لك البصله كتجي بحال اللون ديال العرس. نعم. فبالتالي ما بغيناش ديك البريوات اللي يجيو صفرين، انا قلت لهم غنديروا
بريوات بطريقه مختلفه. نعم داكوغ. فبالتالي ديك البصله ملي كتعلق كنضيفوا لها داك كنضيفوا يا اما جوج معلقات ديال العسل اولا جوج معلقات ديال السكر سنيده وكنخليوها فوق البوطه مهيله ونخليوها تعلق تعلق مزيان تيولي عندي دجاج معلق بقى غير الزيت غير ديك القطيره ديال الزيت وديك النقطه ديال الزيت هي اللي بقات فيه. البيض كذلك كندير فيه معلقه ديال العسل الصغيره ولا معلقه سنيده ملي كنبغي نطربو هادي الا بغيناهم حلوين ياك في حاله بغيناهم حلوين كنجيو لالا في اخر شيء هو كندمجوهم كنجيبو البيض مع حنا كنطيبوه حنا كنفرتوه يعني ماشي فرته تاعتي رقاق لا طيبوا الاومليطه طيبوا على شكل اومليطه ومن طيبوا على شكل اومليطه ديروا له ديك الطريقه اللي كتكون زوينه حتى يطيب وعاد قطعيه طيبيه في مقله ولا في طنجره ولا في هادي وتيطيب وعاد ديك الساعه قطعيه نعم ملي كتقطعيه طريفات كندمجوهم مع ديك الدجاج كيولي عندي مندمج فبالتالي كيولي عندي ما كنفرقوش بين البيض وبين البريوات بين معذرة بين البيض وبين الدجاج الدجاج برافو عليك تبع معاك لا برافو عليك فبالتالي غادي نرجعوا للنقطة الناس اللي بغاهم حلوين إلا بغيناهم مالحين ما نضيفوا لا عسل لا سكر غندمجوا غنخلطوا ديك البيض وداك الدجاج ونعمروا لالا البريوات ديالنا يبردوا شوية ونعمروا البريوات بغيناهم حلوين لالا كنضيفوا لهم اللوز اللوز كنجيبو رابعه ديال اللوز كنسلقوها وكنقليوها وكنهروشوها ما تكونش مليينه يكون مهروشه فقط ونضيفوا لها يا اما العسل رابعه غنضيفوا لها جوج معلقات كبار ديال العسل وحبه ديال المسكه حره او لا جوج معلقات ديال الحليب المركز المحلى حسب اختياركم حليب المركز المحلى يكون كراميل او لا جوج معلقات ديال العسل يكون العسل زوين مذاقه زوين جوج حبه وحده ديال المسكه حره معذره حبه وحده ديال المسكه حره لكل رابعه نتقوقه مع شوية السكر نخلطو ديك العسل حتى يتعلق واحد المعلقة الزهر صغيرة نعم ونعلقو ديك العسل هكا غير فواحد زليفة يكون مسلوق ومقلي ومهروش رقيق نعلقوه ونعمرو البريوات ديالنا كيجيو مذاق البسطيلة تماما وهما على شكل بريوات نعم فبالتالي الناس اللي ما بغاوش يديرو بسطيلات صغار يديرو غير بريوات كيجيو صغار محدقين وكيجيو ولاد أو يديروهم مالحين اي مدهنوا بالزبده بالزيت مع ديات ماشي الزبده الزيت ويدخلوا للفران او اللي تقلوا في الزيت السخون فبالتالي الا غادي نديرهم حلوين غادي نحطوهم لالا باش يجيونا حتى التقديم ديالهم زوين اللي حلوين فيهم اللوز دير واحد الحاجه ملي ديروا طيبوا الدجاجات باش ما نضربوش التماره بزاف طيبوا الدجاجات اسمعي ضحكيني طيبوا الدجاجات حبيباتي ما بغيتش باش نضربوا التماره نعم طيبوا الدجاجات ياك حبيباتي ملي غنطيبوا الدجاجات نقسموهم غندير دجاجه حلوه دجاجه مالحه نفس الطياب هادي كنزدر عليها العسل ولا السكر وهادي كنديروها مالحه صافي سهله ونعمرو البروات ديالنا ونخليهم في الفريجيداتور مجمد الوقت اللي بغيناهم يا يعني اما يدهنوا بالزيت ويدخلوا للفران او يتقلاو في الزيت سخونه فبالتالي الا كانوا حلوين غنجيو حتى يتقلاو ولا تيطيبوا في الفران يخرجوا سخونين واحد شويه العسل الشيتا وندهن لهم الوجه ديالهم شويه ديال اللوز ايفيلي من الفوق ولا شويه ديال اللوز مهروش هرج عليهم شويه ديال اللوز اولا شويه ديال السكر شويه ديال السكر كلاصي وشويه القرفه ولا بحال قلت لكم باش يجي المنظر ديالهم زوين شويه ديال العسل لوز ايفيلي ولا اللوز كاسي ونخري اللي مالحين فراش طبصيل فيه الخس فيه طريفه ديال الخس فوق منه واحد شويه مطيشه واحد جوج مطيشات صغيره هذيك مطيشه صغيره اللي ولات كتسمع دابا هذيك السوريز باش نقولوا لهم مطيشه صغيره ديروها حبيبات هكا فوق ديك البريوات نحطوهم في الجنيب نحكو شويه ديال الفروماج ونقدموهم هادو طبيصل هكذا وهادو طبيصل هكا وبالصحه والراحه لا كلشي على المنظر يعني المنظر هو اللي كيخليك اصلا تبني الحاجه طبعا نوفي بينو بينك دابا جيتي وقلبتي طنجره ديال الخضره ولا ما تقدريش تاكلي ما تقدريش بالفعل بالتالي المنظر شي ديروا غير شي حاجه قليله حاجه قليله وتكون طبيله مزوقه ولا تعطيك المنظره ماشي بقات في الفلوس كثير نصرفها وبقات كثير في هذه لا انا قلت لكم الدجاجه طيبوهم ضربوا لها تماره واقتصاد حتى لكم بساط الصغار بساط الصغار غادي كيهزوا بزاف ديال الدجاجه صاحبتي وصراحة كيهزوا بزاف ديال الدجاج وبزاف ديال اللوز شوفوا ديروا غير بريوات صغار تبعوني انا ديروا بريوات صغار غادي يعطوكم كميه كبيره الدجاجه تعرفي شحال كيخرجوا الدجاج بلاتي نحسب لكم يخرج لكم 25 بريوه جوج دجاجات جوج دجاجات 25 بريوه حلوه و 25 مالحه شتي اقتصاد لا مزيانه والله يسير لا بصح مزيانه لان 25 بريوه قلتي الانسان غيطيب على جوج المرات اللهم يطيب مره واحده ويقسم يعني الحلوه راه يدوز يزيد لها اللوز والعسل وكذلك اولا سنيده وحبه حلاوه
والملح يخليها كيف هي ويخلط الكل. وفي الاخر طريقه التخدم انا اللي عجبتني بشكل كبير، لان دائما انا عيني كتعشق قبل. اه ضروري طريقه التقديم لي بالنسبه للبريوات الحلوين، فاحنا كندهنوا بالعسل ونرشهم باللوز افيلي اولا مهرواش، وكذلك السكر كلاصي اولا القرفه، يعني كاينين اشكال زوينه مبتكره، وكذلك بالبالح فهو زوين. دائما حنا كنحطوا غير الخس وكنحطوا عليه البريوات. فملي كنزيدوا ماتيشا سوغيس فهي زوينه، الفروماج فروماج غابي فوق منها. علاش؟ لان الحوت كنديروا الحامض، الحوت دائما البريوات ديالو كنحطوا طريفات الحامض، فبالتالي باش نفرقوا بانهم راه ماشي حوت، راهم ديال الدجاج والهريسه. ضروري. فبالصحه والراحه حبيباتي، كل عام وانتم ربي. اذا حنا هنايا جاوبنا على فاطمه وجاوبنا كذلك على ليلى. بركه الدجاج حبيبتي ليلى، وبقات ان شاء الله غنزلوا هاد البريوات هادو بهالطريقه الدهوده اللي داري، غنزلوهم في صفحه ديالنا في الفيسبوك ان شاء الله اليوم. وبالنسبه للجواب ديال لاله فاطمه راه باقي ما عطيو بريوات اشكال مختلفه حبيبتي ان شاء الله. اذا بقى باقي شباكيه بالنسبه للطلب ديال فاطمه من الدار البيضاء ان شاء الله. عطيناها سلو وعطيناها البريوات مودرن بشكل جديد وتقديم زوينه هدى. بالنسبه لسعيده من برشيد باتاشو معمرين بلك كريم فريش، وهي وحلات غير في لاصوص لي كراميل. ما شاء الله عليك حبيبتي من برشيد ياك. سعيده. نعم سعيده. سعيده حبيبتي صلاح نبي عليك، بعدا الناس بوحدو في لي باتاشو ما وحدوش في الكراميل. صلاح نبي عليك لاله سعيده، يا ربي تبارك الله بالصحه والسلامه يا ربي. حبيبتي هي سي فغي هما كيصاوبوا السكرو، لان السكرو هو اصلا كيعطي اللون، فبالتالي راه ما كاينش شي صلصه كثيره. صلصه هي كتاخذي لي سكرو كتاخديهم كتحطهم في واحد الكاسرونه صغيره، تكون نار مهيله، كدير معاهم واحد النقيطه ديال الخل باش كتساعدو بانه يذوب. هو راه كيذوب بسرعه، ولكن علاش كنديرو نقطه الخل؟ كنديرو نقطه الخل باش ما يقصحليش، يبقى هكذاك. فبالتالي ملي كيرجع بوطه مهيله مع التحريك، ما تحركيش معلقه ديال الحديد ولا هادي. كنحركو معلقه العود، مغرفه ديال العود. نعم. كنحركوه بها ابخي كملي كيذوب مزيان. لكل 100 غرام ديال السكرو كنضيفوا لهم واحد 3 المعالق كبار ديال لاكريم فريش باش يبقى عندي ما يجمدش، يعني نجرب انه يذوب مزيان. خوي عليه داك لاكريم فريش 3 المعلقات كبار ديال لاكريم فريش، حركي شويه يبان لك غادي يغلى، طفي البوطه. هذيك هي اللي كتكون الصلصه المرافقه لباتاشو. صحة وراحة حبيبتي. دائما في الطلبات ديال المستمعين وعلى 5566 واحد الطلب عرفتي كيتكرر بزاف، لا هو دغيا تلقى حل، فهو البائبيس الخبز المنسم. فغنشوفوا كيفاش نرضيو الطلب ديال حبيبتي ربيعة من رباط ان شاء الله. لاله ربيعة ان شاء الله نعطيك لاله حبيبتي. انا عطيتهم بانه يكون عندنا استفتاء واش بغاو حصه ديال انواع الخبز، انواع الخبز فوالا، ولكن ما جاوبوناش. كان عندي طلب فقط في التليفون اللي كان عندي. الاشاره بزاف الناس كيتسالوا على الهاتف ديالي، لا حيت بدلت النمر، انا ما بدلتش النمر هكذاك، راه حطيت نمرتي في الفيسبوك حبيباتي، راه كاينه نمرتي. درجة بان ولا كيجي اتصالات من عند ريبريزونطون ديالي ديال اللي كيفرقوا العطريه ديال هدى خارج الدار البيضاء، ولا كيتصلوا بهم بحال دابا اللي فشي مدينه. مؤخرا عيطوا الناس اللي عيطوا بزاف ميلودا، كيعيطوا الميلودا تحيه الميلودا بالرباط. الاشاره فتحيه الميلودا اللي بالرباط، وتحيه خاصه جدا 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 لخديجه اللي هي كتشتغل مع ميلودا. كنحييها، كنحيي كريمه خديجه بالخصوص، لان عندي عزيزه وغاليه بزاف بزاف بزاف، فتحيه لك خديجه كبيره من عند هدى اليداري. تحيه لكريمه كذلك، البنات كلهم اللي مع كريمه كنحييهم من برشدة اف ام. غادي تلقاو نمرتي اليوم غادي تلقاو فيسبوك مع ريبريزونطون اللي عندي في هذه الارقام الهاتف ديالهم، غتلقاو الرقم ديال الهاتفي. عندنا طلب اخر دائما على 5566 هذا باش سجل عندنا الطلب اولا ديال الخبز المنسم، وكذلك الطلب ديال بغات كرواسون بحال اللي كتكون في الباتيسري ديال تكون مورقه. سجل عندك الطلب الا كنتي ما درتيهاش قبل. وغيبقى لك الطلب ديال ليلى كيك بالقهوه وبريوات ديال الحوت. صافي. واليوم حنا الريب مسوس والكلاص، هادو الطلب الاولاني اللي كتعطيتك عبر الاس ام اس، وكذلك الريب من الجيل الثالث حبيبتي. امري لاله امري لاله.
إذن لا، لأنك أنت قلتي اليوم الريب من جيل تالت، فكل مستمعات الصفحة ديال الفيسبوك إلا أنهم غيتسناو هاد الطلب باش أنهم يوازيو ما بين سلو وما بين هاد الريب باش يكون السحر ديالهم مميز وممتع إن شاء الله. إذن مشكورة هدى على سعة الصدر ديالك وكل هاد الشيء اللي عطيتينا اللي فعلا الجيدة وكتدل على الرقي ديالك وكذلك الابتكار وحبك للطبخ، فمشكورة بزاف ومشكورين كل المستمعات. شكرا حبيبتي جميلة، شكرا هند. تحية كبيرة كبيرة للأب ديالي الحاج محمد اليداري الحاج طنجاوي، الناس اللي كيعرفوا بالحاج طنجاوي فتحية ليه كبيرة كبيرة كبيرة. الله يطول لي عمرك بابا، ربي يخليك ليا. شكرا كثير 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 حبيبتي جميلة، شكرا لكل مستمعي شدا اف ام، صباحكم مبروك، ربي يعوينكم يا ربي، ويوم الخميس نلتقي ان شاء الله. شكرا حبيباتي. اكيد غنجدوا اللقاء بك ان شاء الله الخميس الماجي، ودائما مع وصفات جديده وشهيوات جديده ان شاء الله، ولكن حنا غنتوقفوا مع فاصل اشهاري ونكملوا.